لعبة ركنية لسيراميكا كليوباترا اللي ضاغط ودايس بنزين دلوقتي بالحاج يلعب الكرة العرضية هدف لصالح نادي سيراميكا كليوباترا. أحمد رمضان بيكم يطلع من الدور الثاني وبرأسية يركنها على شمال محمد صبحي وهدف أول لصالح سيراميكا كليوباترا. يضيع عمر جابر يرد أحمد رمضان بيكم ويسجل هدف أول في اللقاء. الفريق اللي ما يستغلش الفرص يستقبل عمر جابر كرته تخبط في القائم تترد بضربة ركنية لا ركنيتين ورا بعض ركنيتين ورا بعض من التانية يطلع رمضان بيكم أعلى من حمزة المسلوسي ويركنها على شمال صبحي هدف أول في اللقاء وهدف أول لصالح سيراميكا كليوباترا. 1-0 في دقيقة 26 يتقدم نادي سيراميكا كليوباترا. لعب الكابتن أيمن الرمادي بمحمد إبراهيم بالحاج قندوسي أجولة أحمد ياسر ريان كخماسي هجومي لصالح سيراميكا كليوباترا ولكن اللي يسجل المدافع اللي يسجل أحمد رمضان بيكم